نتابع الآن بالنسبة للمناطيد العسكرية ذات العاكسات، حيلة هي جديدة تستخدمها روسيا في أوكرانيا، وقيادة القوات الجوية الأوكرانية أكدت وجودها في أجواءها. لنتحدث عن هذه المناطيد، المناطيد ذات العاكسات هي تقنية قديمة لكنها فعالة جدا خلال الحروب، لأنها تدفع بالدفاعات الجوية للعدو أن تكشف عن نفسها وفق الخبراء. أيضا هذه العاكسات هي هدف مثالي، من يكتشفها؟ الرادار الذي نتابعه هنا، هي تضمن عودة أشعة الرادار في الاتجاه المعاكس تماما، ما يعطي علامة واضحة على شاشة هذا الرادار. أيضا بماذا تستخدم هذه العاكسات؟ تستخدم لفحص الرادار عن بعد وأيضا كأهداف كاذبة. على سبيل المثال، تم استخدام عاكسات بعيدا عن الجسور في خيرسون للتشويش على الصواريخ المهاجمة. أيضا خبراء يقولون أن الهدف الآخر من إطلاق المناطيد ما هو إلا زيادة العبء على نظام الدفاع الجوي، الذي أيضا طبعا نظام الدفاع الجوي الأوكراني، قبل أي هجوم مكثف بالطائرات المسيرة والصواريخ. أيضا إن إسقاط مناطيد رخيصة بصواريخ غربية باهظة الثمن أمر أيضا غير مربح من الناحية الاقتصادية، فهو مكلف. الحيلة الروسية باستخدام المناطيد ذات العاكسات أيضا نجحت في أوكرانيا، لأنها دفعت بها إلى استنفاد ذخيرة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للقوات الأوكرانية في المستقبل ودائما وفق الخبراء. We'll be right back.